قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الآية كان الأسلوب فيها أسلوب خطاب، فهي مخاطبة للعرب على أحد الأقوال أو خطاب لجميع البشر. ثم قال عز وجل: فإن تولوا، لم يقل عز وجل فإن توليتم. كان مقتضى الأسلوب إذا كان على وتيرة واحدة أن يكون التعبير فإن توليتم، فيكون خطابا بعد خطاب، لكن هنا قال فإن تولوا، وهذا خطاب غيبة أو أسلوب غيبة يسميه أهل البلاغة الالتفات، وذلك بأن ينتقل الأسلوب من سياق الخطاب إلى سياق الغيبة. ما الفائدة؟ من فوائد هذا الالتفات أن التولي مشين ليس حميدا، وإنما هو مذموم، فلعل هذا من باب جلب قلوبهم حتى لا يقطع اليأس بإسلامهم. ولذا قال فإن تولوا، لم يوجه إليهم الخطاب فإن توليتم، مع أنه لا يمنع أن يكون لفظ التولي آتيا بصيغة الخطاب، وهذا يفيدنا بفائدة، وهي فائدة أسلوب الترغيب والترهيب. فمرة قد تكون كلمة التولي يخاطبون بها ترهيبا، ومرة لا يخاطبون بها، وإنما تكون بصيغة وأسلوب الغيبة على وجه العموم عل وعسى أن يتأثروا. والتولي هو الإعراض والنكوص والإدبار، وهذه هي آخر آية في سورة التوبة. وإذا نظرنا إلى أول كلمة في آخر آية من سورة التوبة هي تتحدث عن التولي الذي هو الإعراض. قال تعالى فإن تولوا فقل، لم يقل قل، قال فقل. الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب. لما؟ ما الذي بعد قل؟ حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله، فيه تأكيد وتقرير أن الإنسان أحوج ما يحتاج إلى ربه إذا تخلى عنه الناس. قال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله، الحسب هو الكفاية. ما الذي بعدها؟ فقل حسبي الله لا إله إلا هو. أليس هناك ارتباط بين هذه الكلمة والتي قبلها؟ فلا، تفيدنا بفائدة أن الذي يتوكل عليه هو المألوه الحق، وليس هناك مألوه حق إلا الله عز وجل. وبالتالي فإن المعبودات الباطلة لا يعتمد ولا يتوكل عليها ولا على أحد من المخلوقين. ولذا قال تعالى لا إله إلا هو. لما؟ لأنه هو الإله الذي له الصفات العظام. ما الذي بعدها؟ لأن هذا المقام مقام يحتاج فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى التذكير بالتوكل. ما الذي بعدها؟ عليه توكلت، هذا تأكيد. ويظهر هذا التأكيد من أمرين: الأمر الأول أن عليه متعلق بتوكلت، وكان من حقه أن يؤخر، فالأصل أن يقال توكلت عليه، لكنه لما قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر، بمعنى أنه هو الذي جل وعلا يتوكل عليه وحده، هو يحصر التوكل في من؟ لا عز وجل. الأمر الثاني أنه نوع الأسلوب، الأولى فقل حسبي الله، الأولى الحسب وهنا التوكل، ثم قال وهو رب العرش العظيم. هذه تؤكد وتقرر ما قررناه آنفا من التأكيد على التوكل على الله عز وجل. لما؟ لأنه رب العرش العظيم. قال وهو رب العرش العظيم، أضيفت الربوبية هنا إلى العرش، مع أنه جل وعلا رب كل شيء، وهذه الإضافة من باب التخصيص والتفضيل والتشريف لمن؟ العرش. قال تعالى فإن تولوا فقل، لم يقل قل، قال فقل. الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب. لما؟ ما الذي بعد قل؟ حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله، فيه تأكيد وتقرير أن الإنسان أحوج
ما يحتاج إلى ربه إذا تخلى عنه الناس. فهنا تخلي، فإن تولوا، وقد تخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو أقرب الناس إليه، فماذا عليك؟ أن تعتمد على الله عز وجل. وإذا حصل محض الاعتماد والتوكل على الله عز وجل، ماذا قال تعالى؟ قال من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. ولذا إذا تقطعت بالإنسان الأسباب، يعني تجرد قلبه من كل سبب قد يتشبث به، إذا تجرد من هذا كله ولم يبق في قلبه تعلق إلا بالله عز وجل جاء والفرج. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، تقطعت به الأسباب. كفار قريش في حال الرخاء كانوا يتشبثون بآلهتهم، لكن إذا ركبوا البحر وجاءتهم الريح العاصفة وقذفوا بأصنامهم لم يبق في قلوبهم إلا الله عز وجل. فهنا قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم فنجاهم عز وجل، لأنهم جردوا قلوبهم في تلك اللحظة لله عز وجل، لكنه تجرد أعقب بإعراض. ولذا ذكر عز وجل أن الكفار لهم إنابة، لهم إنابة إلى الله عز وجل. قال تعالى في سورة الروم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. ما الذي بعدها؟ ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم، يعني من المنيبين لربهم، يشركون. فنحن بحاجة جميعا إلى الاعتماد على الله عز وجل في جميع الأحوال، ولا سيما إذا انصرف عنك الناس يأتيك الفرج من الله عز وجل. فإن تولوا فقل، يقول قولا هكذا مجردا، يمكن أن يقول الإنسان توكلت على الله، حسبي الله، ينفعه ذلك؟ لا ينفعه إلا إذا أصحب هذا القول بما في القلب، أي قل حسبي الله بقولك مع اعتماد قلبك على الله عز وجل. وإلا فكم من شخص يقول توكلت على الله وهو لم يتأمل ويتمعن في هذه الكلمة. وهذا هو شأن من وقع في بلاء وفي محنة، عليه أن يلهج بالحسب. ولذا كما عند البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.